الحديث عن التاريخ في كرة القدم الجزائرية يجلب صداع للرأس وألما للقلب، فمعظم القضايا غير واضحة وجل الأحداث غامضة، ولعل أبرز معضلة طالما أرقت متتبعي الكرة في البلاد العمادة. في العالم أجمع اتفق على أن أقدم الأندية إنجليزية، وأي أندية؟ فلا نجد في العشر الأوائل سوى فريقين بقي معروفين، ستوك سيتي ونوتنغهام فورست، ولم تعارض ذلك أكبر الأندية في العالم، أوروبية كانت أم أمريكية، علاوة على أن كبار إنجلترا لم يعطوا هذه الحكاية أكثر مما تعطى الحكايات. لكن في الجزائر حكاية العميد لا زالت تروى، فتارة تسرد اسم مولودية الجزائر، وأحيانا يظهر اسم مولودية وهران، وأخرى يرد فيها اسم شباب قسنطينة، وبقي الفصل معلقا للأسف. شباب قسنطينة عريق بتاريخه، فإن امتد لتأسيس جمعية إقبال سنة 1898 فإن مواقفه إبان الحكم الاستدماري تبقى راسخة، أولها إنشاء فريق ردا على سقوط قسنطينة سنة 37 800 ألف، مرورا بتغيير اسم النادي تفاديا لعراقيل القوات الفرنسية، ثم قهره لممثل الفرنسيين في قسنطينة الاتحاد، وما أعقبه من عقوبات لوقف مسيرة نادي مدينة الجسور المعلقة، مرورا بالتتويج الأوحد في تاريخه، وآخرها لقاءات استعراضية عالمية نقلت صورة جميلة عن الأنصار للعالم بأسره. وإن كان في 1926 الأمر لا يختلف كثيرا، ما دامت أبرز محطات الفريق تزامنت هذا التاريخ، وما دامت أسماء شهدائه كافحوا من أجل أن يستمر وحتى لا يندثر، زالت في الذاكرة محفوظة على الألسن المتداولة. لكن هذا الشباب أكثر عراقة بسنافره الذين ارتحلوا معه في أوقات الشدة، وبقوا أوفياء له في الأزمات التي بلغت ذروتها عام 1998 الذي شهد نزول النادي للقسم الثاني آنذاك، مثلما كان شاهدا على دخول رئيسه التاريخي محمد بولحبيب للسجن، لأنه جاء عاما واحدا فقط عقب التتويج التاريخي بالبطولة دخل الأخضر والأسود في دوامة من المشاكل. لكن المدهش الذي جعل الأفواه باهتة تزايد عدد عشاق النادي، فتأكد الجميع أن حب هذا الفريق يسكن في قلب قلوب أنصاره الذين اعتبروا الشمعة التي أضاءت ظلمة الفريق. وبين تضارب الآراء واختلاف وجهات النظر، أكيد أن الواقع أهم مهما علت أهمية الماضي، ومثل ما قيل أحب الجديد ولا تفرط في القديم، استلهم من ماضيك وغذ به حاضرا من أجل مستقبل مليء بالألقاب والنجاحات.